صباح الخير يا أحمد صباح الخير لمشاهدي صباح الخير يا مصر أنا طالع النهاردة من مدينة شرم الشيخ من زاوية جديدة من الممشى السياحي الجديد اللي تم الانتهاء منه على مسافة 6 كيلومتر طبعا الممشى السياحي الجديد اللي أنا متواجد فيه حاليا تم إنشاؤه ليكون بالتوازي مع ممشى خليج نعمة يجذب زوار ورواد مدينة شرم الشيخ وخاصة في فعاليات قمة المناخ قوب 27 والمقرر إقامتها في 6 نوفمبر القادم بإذن الله سريعا احمد كان امبارح في جوله مهمه جدا جوله تفقدية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي وصل لمطار شرم الشيخ الدولي قادما من القاهرة في تمام الساعة الثانية والنصف قام بجولة سريعة في مطار شرم الشيخ واطمأن على سير العمل ثم اتجه بعد ذلك للمنطقة القدراء في شرم الشيخ وهي مقامة أمام قاعة المؤتمرات ويتم فيها اقامه الفعاليات الجانبيه لقمة المناخ 27 تفقد كمان المنطقة الزرقاء والقاعات الملحقة بقاعة المؤتمرات واللي هيتم فيها أيضا فعاليات المؤتمر وهي القاعة أو المنطقة الزرقاء هي بتديرها الأمم المتحدة والقاعة الخضراء هتديرها المحافظة بالتعاون مع وزارة البيئة في النقطة دي عايز أقول إن وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد واللي كانت بترافق دولة رئيس الوزراء إمبارح في جولته الساعة 2:30 اكدت ان المنطقة الخضراء تم حجز فيها 268 طلب لحجز اماكن داخل المنطقة الخضراء بالاضافة الى ان المنطقة الخضراء بحديقة السلام اللي بتتبع عليها هي على مساحة حوالي 12000 كيلو متر مربع. فعاليات قمة المناخ تقام في المنطقة الخضراء بالتوازي مع المنطقة الزرقاء والجولة بتاعة رئيس الوزراء امبارح كان بيرفقها ايضا اللواء خالد فوضة محافظ جنوب سيناء بالاضافه للدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان. بعد تفقد المنطقه الخضراء والزرقاء توجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتجول في عدد من الميادين والشوارع في مدينه شرم الشيخ وبعد ذلك توجه لافتتاح عدد من الفنادق التي تقام على اعلى مستوى لاستقبال وفود المؤتمر كوب 27 وافتتح ايضا في فندقين قام على أعلى مستوى وأيضا هي من الفنادق الصديقة اللي بيبقى فيها مسطحات خضراء آه خليني اتكلم كمان عن ان جوله رئيس الوزراء آه كان في جوله مسائيه امبارح تجول رئيس الوزراء ايضا آه في حوالي الساعه 9 مساء امس تجول في الممشى السياحي اللي انا متواجد فيه آه حاليا وبالاضافه طبعا للممشى السياحي في خليج نعمه واللي تم تطويره مؤخرا ايضا بشكل كبير وتوحيد هويته آه البصريه وتحدث ايضا مع آه العاملين وعدد من رواد مدينه شرم الشيخ. آه النهارده كمان آه بنستكمل جوله رئيس الوزراء النهارده الجمعه آه هيشاهد كمان عدد من المشروعات والانجازات آه اللي تم انجازها مؤخرا في آه مدينة شرم الشيخ وفي النقطة دي تحديدا عايز أقولك أن طوال الأيام اللي فاتت العاملين هنا في مدينة شرم الشيخ يا أحمد كانوا بيعملوا ليل نهار كان حجم العمل والإنجاز بيسير بشكل كبير آه جدا وده اللي شاهدناه ولاحظناه خلال متابعتنا في الايام اللي فاتت وقد ايه العمال وكل العاملين على هذا المشاريع وهذه المنجزات كانوا يشعرون بفخر كبير ويشعرون ايضا ان هم بيعملوا حاجه منجز وطني حتى تخرج قمه المناخ كوب 27 في ابهى واحلى صوره لها امام العالم اجمع. اليك احمد في الاستوديو صباح الخير مره ثانيه. يعني شكرا لك احمد الحسيني على هذه المعلومات الهامه والتغطيه المميزه اللي دائما يعني بناخدها منك في كل المداخلات و يعني ان شاء الله يخرج مؤتمر تغيرات المناخ او مؤتمر المناخ كوب 27 بنتائج تلبي تطلعات وطموحات الدول والشعوب فيما يخص قضايا تغير المناخ والتزام الدول ايضا بالتزاماتها التي تعهدت بها في اتفاقيه باريس تحديدا 2015 بنشكرك احمد الحسيني مره ثانيه.